لان حصلت مشاكل كتير جدا منعتني ان انا اكمل في الغنى عائليا. بعدين اتجوزت وجبت ياسين. ما بنتكلمش فعلا بقالنا فترة. بابا كان تعبان من 3 سنين تقريبا، اتقابلنا مرة، دي اخر مرة تقريبا شفتها فيها. أنغام اللي دخلت غسلتها ركعت على ركبها وقالت لي أنا هدفنها عندنا. وحشاني يا أختي جدا، وحشتني الذكريات